السلام الله عليكم. قبل ان نبدا في الفيديو، الدعاء لوالدة حماني، ربي يشفيها ان شاء الله، ربي يرفع عليها ان شاء الله، ربي يشفيها شفاء عاجلا غير اجل. بالنسبه للفيديو اليوم، جبت لكم فيديو من كاس امم افريقيا 2010، انغولا الجزائر، وهناك الجزائر صعدت الى الدور الثاني في 2010، ابناء الجزائر الى الدور الثاني، انغولا الجزائر في كاس امم افريقيا 2010. نخلي لكم المباراة. نعم، انها مباراة من الذاكرة، ونتمنى المنتخبنا الجزائري ان يفوز على انغولا وان لا يكتفي بالتعادل مثل هذه المباراة. وامام جمهوره شيء طبيعي. المنتخب العربي، المنتخب الجزائري في المباراه الاولى، جروانه جاب الحل الاول، يكفي الجزائر وانغولا ليتاهل الى الدور الرابع. يا نادر، فعلته ولكن مليح انك تفعل شيء، مليح انك تعمل هكذا مثل ما حدث لنا في المباراه. مليح كثير طبعا، هناك من اللاعبين من عندهم تغطيه صعبه لصالح منتخب الانغولي. ترجع له جيلبرتو مرة جانبية على مرمى الحارس شوشي، بعيدة من العيفاوي. شوشي يا شوشي، حذاري من اتجاه ما بينا، كنت خارج تقريبا مترين من حسن الحظ. الكرة مرت فوق المرمى، تعيد التسلل يكون الهدف الأول. هيا ممتازة يا أبو قرة، كرة وأول هدف كان يكون بعد حسن يبدأ. يا أبو قرة، أعرف بأنك لم تكن تنتظر كرة من ستيل. بالحاج لا 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 لا، الحظ لم يكن معنا هنا، الحظ فوق المرمى. فوزي شوشي، غزال، وكيف وصل غزال إلى هذا المكان ووجد نفسه ما كانش وضع التسلل. كالونجا لاعب نادي دينامو بوكاريست في اول مباراه له مع منفقائه، يبتعدون عن الاحتكاك. يا شوشي، شوشي على خطا، لازم تقرا الكره كما ينبغي يا فوق. نعرف بانه حراس المرمى منتخب انغولا، اختار فرصه لمنتخب انغولا. شوشي اقحم رجله في وقت اللعب الخطير لمنتخب انغولا. مرة أخرى التمريرة رائعة وشوشي ثم العودة موفقة من المدافع عبد القادر العيفي. فوزي شوشي برجله لعبة حذرية مجيد. بعيدة، قلت لك من لا أدري إن أقول تكافؤ للدور ربع النهائي. مالي متفوقة بهدفين. ميدان الشوط الثاني سيقفنا الجناحين للدرجة الأولى، وضربة الانطلاقة رفضت بالكرة كما ينبغي خلال المرحلة الأولى. يرجع في الوسط عند الكرة، يزيد نادير، نادير يلعبها أرضية، حطها له على طبق عامر بوعزة على طبق رائعة. لقطة أحسن من الهدف، ولو أن الهدف في النفس وقدراتهم على التهديف. لا 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 لا، وعزة كرة مثل هذه من المفروض تخلق في المباراة يعني. خاصة أول من هذه من الكرات الصعبة، هذه من الكرات هنا فوق المرمى طبعا بعد الأنغولي. حذاري 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 حذاري، ولا بد 27 سنة مهاجم، قوة كبيرة وعودة موفقة من حسن. يبدأ غطى المنطقة كما أدري ماذا احتسب الحكم، لا أعتقد 5 أمتار لم تلمس حسن. لا هيلة ممتازة، هيلة ممتازة، بابا بابا بابا، كاد يكون هدف من أروع ما يكون. عزة يضرب الكرة بهذه الكيفية، خلى الحارس عزة خرجت ببضعة سنتيمتر. لو فعل مكني راح يدخل، أول مشاركة له مجني لاعب نادي لازيو روما. تسير للقاء بكيفية رائعة جدا عبدون.